أشقائنا المصريين الموجودين في الدوحة كلهم لغاية هذه اللحظة اللي أنا بتكلم معاكم فيها مفيش أي حد فيهم تضرر من أي شيء. يمكن إحنا المتابعة مع المستشار العمالي ومع رئيس الجالية المصرية في الدوحة بتعتبر متابعة يومية عشان دايما نبقى واقفين على كل الأخبار، ويمكن برضو خلال الأخبار اللي بتطرق أحيانا بتطرق بعض الإشاعات لما طرح إن في 12 مصري تم اعتقالهم لأسباب سياسية معينة. تواصلنا مع الزملاء في الدوحة وأكدوا إن مفيش أي حاجة من هذا الخبر صحيحة، وإن إحنا بنتابع حتى لو في حد عنده مشكلة تم الاضطرار إلى إن هو يتم المحاسبة ليه، إن إحنا بنتابع الملف ده معاهم ومع الجهات القطرية، ومفيش أي تضييق على الجانب أو العمال المصريين الموجودين في الدوحة في هذه الفترة. وبنطمن برضو إن إحنا المتابعة مستمرة مع الزملاء الموجودين في الدوحة لإطلاعكم دايما أولا بأول على كل جديد، حتى لو كان هذا الجديد في أي خبر محتاج مننا إن إحنا يبقى في إعلان سريع هنعلنه، لكن حتى هذه اللحظة العمالة المصرية الموجودة في قطر في أمان كامل وكل أمورها، حتى اللي يذيع واتقال قبل كده ان هم ما بياخدوش مستحقاتهم ومرتباتهم هذا كلام عاري من الصحة. يمكن العمالة المصرية يمكن العمالة الوحيدة اللي كل مستحقاتها تم الحصول عليها ويمكن اوضاعهم كلها مستقرة. قانون التأمين الصحي طبعا كلنا عارفين ان هو له اهمية قصوى، مش اولى اهمية قصوى، لان هو ده هيفرق مع المجتمع المصري كله وهيفرق مع المواطن المصري بصفة عامة. ويمكن في تدعيم لهذا القانون، هو يمكن خلص مناقشة كافة الأمور الخاصة به فيما بين وزارة الصحة ووزارة المالية، ويمكن برضو مجلس الوزراء يعني شاف كل المواد بتاعته، وحتى السيد رئيس الجمهورية مدي أهمية لهذا القانون، وإن شاء الله بإذن الله في الدورة اللي جاية في مجلس النواب يمكن يعتمد أو يتم إقرار هذا القانون.